قال لوقا البشير: لما احتشد جمع كثير وأقبل الناس إلى يسوع من كل مدينة، خاطبهم بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، ووقع بعضه الآخر على الصخرة وما إن نبت حتى يبس لأنه لم يكن له رطوبة، ووقع بعضه الآخر في وسط الشوك ونبت الشوك معه فخنقه، ووقع بعضه الآخر في الأرض الصالحة ونبت فأثمر 100 ضعف. قال يسوع هذا ونادى: من له أذنان سامعتان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما تراه يعني هذا المثل؟ فقال: أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقون فأكلمهم بالأمثال، لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وهذا هو معنى المثل: الزرع هو كلمة الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فينتزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخرة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح، هؤلاء لا أصل لهم، فهم يؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يتراجعون. والذي وقع في الشوك هم الذين يسمعون ويمضون، فتخنقهم الهموم والغنى وملذات الحياة فلا ينضج لهم ثمر. أما الذي وقع في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة بقلب جيد صالح فيحفظونها ويثبتون فيثمرون حقا. والأمان لجميعكم. افرحوا في الرب، وأقول أيضا افرحوا. أخوتي الأحبة الموجودين معنا بكنيسة مار يوحنا الحبيب بجوني، كل أحبتنا اللي عم بيتابعونا عبر تشاريتي تي في وصوت المحبة، نتأمل نحن وياكم بهالأسبوع الثاني من زمن الصوم المبارك، هالأسبوع اللي ابتديناه بأعجوبة شفاء الأبرص، وعم نتابع مسيرتنا تنتحضر سوا للدخول إلى أسبوع الآلام وصلب وقيامة ربنا يسوع المسيح. وبتدعينا اليوم كنيستنا تنتأمل سوا بمثل الزارع، هالمثل اللي بنعرفه كتير منيح، هو واحد من الأمثال القليلة اللي يسوع شرحه، يعني بالتالي ما فينا كتير هيك نتفلسف بهالمثل، لأنه ربنا أعطانا معنى هالمثل، وأعطانا شو هو الزرع، وأعطانا من هو الزارع، وأعطانا من هن هالأربع فئات لكل واحد منهم استقبل هالزرع بطريقة مختلفة. فإذا إذا بنطلع بهالمثل بنلاحظ أنه ما في مشكلة بنوعية الزرع، ما في مشكلة بنوعية الحبوب، وما في مشكلة بالزارع، لأنه هالحبوب هي ذاتها اللي وقعت على الصخر، واللي وقعت بالشوك، واللي وقعت على طرف الطريق، واللي وقعت بالأرض الطيبة. فإذا المشكلة منا بالحب، منا بالزرع، المشكلة هي بنوعية الأرض اللي عم تستقبل هالزرع، المشكلة هي بنوعية قلوبنا اللي عم تستقبل كلمة الله، المشكلة هي بنوعية طريقة تحضيرنا لذاتنا تنكون عم نعيش هاللقاء مع يسوع المسيح. وإذا بدنا نطلع اليوم بهيك مجتمعنا بنظرة سريعة، منلاقي إنه هالأربع فئات موجودين، هالأربع أنواع من التربة موجودين، وأوقات كتير بنعيشهم نحن أربعتهم بطريقة مختلفة، لأنه أيام حياتنا الروحية بتكون بقمتها، وأيام لا، حياتنا الروحية بتتراجع. إذا بدي أنا وياكم نجي ونطلع اليوم حوالينا، منشوف إنه هالناس اللي هن اليوم عم ينرمى هالبذر على حافة الطريق، هالفئة هاي فينا نلاقيها بكل إنسان تاخده الأفكار وبتجيبه، مثل ما بنقول بالعربي الدارج، هن الأشخاص اللي حيا الله فكرة عن الكنيسة، عن المسيح، عن الإيمان ممكن تزعزعلن حياتهم مع ربنا، هن الناس اللي حيا الله كلمة ممكن تاخدهم
وتجيبهم للإيمان بربنا. هن بكل بساطة إذا بدنا نحكي بلغة السوشيال ميديا، هن الناس اللي لاحقين الترند. شو الموضة اليوم؟ شو الترند اللي على السوشيال ميديا؟ يعني حتى بنوصل لمرحلة بنكب كل أخلاقياتنا، كل قيمنا، كل إيماننا بس تناخد شوية لايكات زيادة، بس تناخد شوية فيورز زيادة. فإذا هو الناس اللي ماشيين مع الموضة، إذا إيمانهم بيبينهم بين العالم بياخدوه، بس إذا إيمانهم بيحطهم شوي بمطرح مخفي بيتخلوا عن إيمانهم. تاني فئة من الناس منلاقيها حوالينا وأوقات بتكون كتير موجودة بحياتنا، هني هالناس اللي وقع الحب على هالصخر واللي اعتبرهم ربنا أنه فرحوا بهالكلمة بس فقدوها بسرعة، لأنه بكل بساطة إيمانهم وعلاقتهم بربنا مبنية على عاطفة سطحية. شو يعني عاطفة سطحية؟ يعني أنا فت على هالكنيسة لقيت الأبونا ما بعرف شكله حلو، وعظته حلو، صوته حلو، انبسطت بهالساعة الصلاة، وصلتني يا أبونا لعند ربنا، بس إيماني بعد شوي تزعزع لأنه مبني على عواطف، مبني على شو بحب وشو ما بحب، مبني على هالترتيل اللي بتأثر فيي وهالصوت اللي بيحرك لي شعوري. بس إيماني وين؟ ثقافتي مع ربنا وين؟ معرفتي لربنا وين؟ علاقتي الثابتة بربنا اللي ما بتتغير إن كنت عم بشعر بحضوره أو مش عم بشعر بحضور، لأن أوقات كتير بمسيرتنا الإيمانية نحن ما بنشعر بحضور الله. حتى على يسوع على الصليب قال له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هذا الشعور بأنه ربنا منه موجود معنا بهداك الوقت في إيمان أو إيماننا سطحي مبني بس على شعورنا بأنه الله موجود أو منه موجود. ثالث فئة من الناس هي الناس اللي بكل بساطة هو اللي بيحكي عنهم ربنا واللي بيقول عنهم هن اللي هموم الدنيا أخذتهم وهو كلنا بنعيشهم. يا ربنا ما يا أبونا ما معي وقت صلي، يا أبونا ما معي وقت إجي على الكنيسة، يا أبونا ما معي وقت احتفل. منصير صلاتنا هي بالمناسبات، معنا وقت لكل شيء بس ما في وقت لربنا، معنا وقت لكل الأشياء اللي بنحبها بس ربنا هو آخر شيء بأولويتنا. هالفئات الثلاثة موجودين حوالينا كلنا، وهالفئات الثلاثة أو هالأنواع الثلاثة أوقات كتير كل واحد منا بيعيشهم بحياته. بس السؤال الأهم، أنا كيف بدي حضر قلبي وأرضي وروحي تتستقبل كلمة الله وتكون هالأرض الطيبة؟ الناس اللي بيعرفوا شوي بالزراعة، أنا مش كتير بعرف، بس الناس اللي بيعرفوا شوي بالزراعة بيعرفوا أنه الأرض تتعطي بدي أعطيها، الأرض تتعطيني ثمر بدي أشتغل فيها وبدي أتعب وبدي أكدح، وأول شيء بدي أعمله أني بدي نقي هالأرض، بدي نظفها، بدي أفلحها وبدي شيل الشوك والحجار منها. وأنا بحياتي بدي شيل هالشوك والحجار من حياتي تأرض قلبي تعطي ثمر بس تستقبل كلمة الله، بدي شيل الخطية من حياتي تأرضي تستقبل كلمة الله على نظافي. تاني شي بأرضنا تتقدر تكون محضرة تستقبل كلمة الله، هالأرض بدها تتغذى على طول، بدها تنسقى، بدها تتعرض للشمس، بدي يكون في عليها هوا مناسب تتكون عم تعطي ثمر. وأنا بحياتي قلبي بدي يضل دايما مفتوح لعمل الروح القدس فيه، هو اللي بيغذي قلبي، هو اللي بيغذي أرضي، هو اللي بيخلي هالأرض تضل دايما أرض خصبي. ثالث شيء بيقلنا يا مربولوس برسالته فليكن حلمكم ظاهرا. شو يعني الحلم؟ مش إنه نحلم، الحلم بهذا المعنى هو الصبر. المختبر الزراعة بيعرف إنه الأرض ما بتعطيني إذا زرعتها اليوم تاني يوم بتعطيني ثمر، أيام بتنطر سنة واثنين وثلاثة وقت اللي بيكون شجر مش نبات. وعلاقتي مع ربنا ومسيرتي مع ربنا منا مسيرة هيك مسيرة أعجوبة، اليوم بزرع عبكرة بحصد. مسيرة مع ربنا هي مسيرة طويلة، مسيرة بدها جهاد مستمر وبدها تعب مستمر وبدها انتظار وصبر مستمر تقدر أوصل للثمر اللي أنا بدي أوصل. وآخر شيء الإنسان اللي بيمشي كل هالمسيرة وبيحضر هالأرض
بطريقة صحيحة وبينال الثمر مثل ما قال اليوم مار بولس ببداية رسالته، هو الإنسان اللي بيعرف يفرح. وما في أجمل من الفلاح وقت اللي بيحصد ثمره، هالفرح اللي بيكون معباله حياته، معباله قلبه، معباله كل كيانه. فكم بالأحرى الإنسان المؤمن اللي عم يزرع أو اللي عم يستقبل كلمة الله وعم يخليها تنزرع بقلبه وعم يحصد ثمارة 30 و60 و100. نطلب من ربنا بهالصوم المبارك نكون عم نعيش هالمسيرة، مسيرة جهاد وصبر متواصل، نكون عم نحضر قلوبنا تتكون أرض خصبة تستقبل كلمة ربنا تنفرح معه بالصلب والقيامة. آمين. Thank you.